سيد أفندي سليمان بسببه انشأت الرقابة على المصنفات. كانت بداياته الفنية مع السينما الصامتة في فيلم البحر بيضحك ليا من إخراج ستيفن روستي، ثم عمل بالمسرح في فرقة أمين صدقي وبديع مصابني وعلي القصار. هو من مواليد النوبة، من أسرة كانت ميسورة الحال، ألحقته بمدرسة الفريد فريدز للغة الفرنسية وغيرها من المعارف، حتى أصيب والده بأزمة مالية فترك الدراسة ليعمل في مكتب أحد المحامين، ومنه تنقل بين عدد من الأعمال كبائع في بعض المحلات أو جرسون في البارات. كان هذا هو الأسمر النوبي الفنان سيد سليمان، أشهر مونولوجيست في زمانه. سافر سيد سليمان إلى القاهرة، وهو الذي عشق في صباه تقليد نجوم السينما العالمية، وبسبب هذا التقليد الذي برع فيه عشق الفن، وعمل في فرقة نجيب الريحاني في مسرحيات مثل الدنيا على كف عفريت والدنيا لما تضحك، ولعلنا ما زلنا نذكر له دور عمر آدم في مسرحية إلا خمسة أمام ماري منيب وعادل كاسب وعادل خيري ومحمد الدين. بدأت أزمة سيد سليمان مع فن المونولوج السياسي الذي عشقه وردده الجمهور، حتى كان صدامه مع الأزهر الذي أزعجه مونولوجه عن الشيخ جونسون، ولم يكن كلام المونولوج هو سر الصدام أو سببه، لكن ربما كانت ملابسه التي خرج بها ليلقي مونولوجه على مسرح القصار في رود الفرج هي السبب. كان سيد أفندي سليمان كما كان يكتب اسمه في إعلانات المسرح، حيث كان يلبس قميصاً وبنطلوناً وزديري بدلة سموكين، وفوق هذا كله جاكيتة حريرية، ويلبس فوق رأسه عمامة كشيوخ الأزهر. كان الهدف المفهوم من المونولوج والمقصود هو السخرية من معاكسة السيدات لمنعها، فقد اختارها تشكيلة لما يلبسه كل أفراد الشعب من الأفندية اللي هي البنطلون والقميص، والسديري لأبناء البلد، والبدلة السموكين للزواج، والعمامة والجبة لرجال الدين أو بعض رجال الدين، وهو ما أثار ضده مشيخة الأزهر، فتقدمت بشكوى ضده إلى البرلمان وإلى وزارة الداخلية لعرض كل ما يقدمه على جهة رقابية مختصة. ومن هنا كان إنشاء جهاز الرقابة على كل المصنفات الفنية، وهكذا كان مونولوج الشيخ جونسون هو نهاية اشتغاله بالمونولوج واكتفاءه بالعمل كممثل في المسرح والسينما. وساعد على قراره هذا ظهور الفنان إسماعيل ياسين كمونولوجيست من نوع جديد لفت أنظار الجمهور فأحبه وزاد حبه له بعد عمله في السينما. في السينما لن ننسى له دور في فيلم الفانوس السحري مع إسماعيل ياسين، ولا دوره في فيلم انت حبيبي مع شادية وفريد الأطرش وهند رستم وعبد السلام النابلسي. في السينما لمعت موهبته الكوميدية كما لمعت على المسرح، لكنه لم يحظى بما يستحق من الشهرة كمونولوجيست مصر الأول التي كانت تبحث عنه الجماهير في المسارح. ذهبت الشهرة التي تركته إلى إسماعيل ياسين ثم محمود شكوكو كوجهين جديدين في عالم الكوميديا والمونولوج، وكان من مونولوجاته التي عشقتها الأجيال التي سبقتنا مونولوج السكران أو العبيط وعروس المطلقة مع بديعة مصابني، ثم مونولوج تيكي تيكي تم تم يا ابن الحلال هلاقيها منين مع رتيبة رشدي. أما مونولوجه العجيب الذي كانت تغنيه الجماهير في بيوتها وفي الشوارع، فكان مونولوجه عن الحمار وما فيه من إسقاطات سياسية. وفي هذا المونولوج كان سيد أفندي سليمان يلقي المونولوج وهو ساخرا، وهو سخرية من كل من كان يقفز تاريخ الماضي وتاريخه إلى المستقبل الغامض الذي لم يقدم نفسه بعد. ورغم تراجعه عن المونولوج فإنه حفر اسمه في السينما والمسرح، وترك المونولوج وفنه إلى الجيل الجديد، خصوصا إسماعيل ياسين الذي خطف منه الأضواء بعد أن كان مونولوجيست مصر الأول. حفيدة الفنان سيد سليمان، تعرف على سيد سليمان جد والدة ياسمين صبري الذي قال والدها إنها ورثت التمثيل عنه. أثار أشرف صبري والد الفنانة المصرية ياسمين صبري موجة كبيرة من الجدل بعد رده القاسي عليها من خلال البوست الذي كتبه على أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، المنشور الذي أعاد وتراجع عنه والد ياسمين صبري بعد مرها من الزمن وحذفه. كان محور حديث مواقع رواد التواصل الاجتماعي الذين رأوا في الخلاف مادة دسمة للتناول الحديث عنها،
ولكن هناك من انتبه إلى قيام والد ياسمين بذكر اسم جد والدة ياسمين، حيث قال: انت عايشة دور تمثيل ورسام جد مامتك سيد سليمان. وعلى الرغم من أن ياسمين لم تذكر ولو لمرة واحدة اسم جد والدتها في أي لقاء، إلا أنها وفقا لبعض التقارير الإخبارية فإن ياسمين صبري كانت العام الماضي قد تحدثت عن رحيل جدتها أم والدتها التي اعتبرتها أمها الثانية، وذكرت أن اسمها هو كريمة السيد سليمان، ما يؤكد على رواية والدها الموجودة في المنشور بأن سيد سليمان تربطه صلة قرابة بياسمين، وإنها ورثت التمثيل عنه، وإنها حفيدة الفنان سيد سليمان.